شاب أردني اسمه جو حطام، برنامجه حلو، خلاني أعمل سياحة بالعالم كله وأنا قاعد ببيتي. تصوير جميل، تعليق مهذب، تعاطي مع الناس راقي مهما كانت جنسياتهم، وإن شاء الله يكونوا من مجاهل أفريقيا. شكراً لهالفنان الأردني ولأهل الأردن الكرام، وشكراً من القلب لبرنامج خواطر الجميل الراقي وللأستاذ أحمد الشقيري وأهل السعودية الكرام. يعني عم حاول أذكر بعض البرامج الإيجابية الحلوة، ما عم يخطر على بالي كتير. وأكيد في برامج حلوة مفيدة أكيد، بس يبدو لي البشعة أكتر بكتير. بأحد البرامج قالوا لطفل فيك تحبس انفاسك 5 دقايق، حبس نفسه المسكين مشان ياخد الجائزة، راح فيها توفى الله يرحمه، ما لحقوا يسعفوه. فيكم تاكلوا 10 قطع بيتزا حجم عائلي أو كيلو فليفة حبة حمراء.